شوفي يعني صرت وكان بدأت حياتي أول ما كبرت وعيت. أبويا كلش متسلط على أخواني، على أخواتي، على أمي. دائماً يتحكم بيهم ويتحكم بحياتهم ويتحكم باختياراتهم، وإحنا ما عندنا غير شيء واحد، هو المدرسة والبيت. المدرسة والبيت بس. التجمعات العائلية هذه هاي إحنا نحبها. هاي التجمعات تصير هم عندنا عادة كلش حلوة. نجمع بجمعة، نجمع بمناسبة، طبعا المناسبة أكيد، بس عندنا تجمعات هاي شوية ترفع عنا. بس إحنا أبونا ما نقدر نتخطى. فأني منتهية بدراستي وحياتي، بداية شبابي يعني، كبرت راح أدخل للكلية. قبلها يعني أنا كنت ما أعرف عن الحب شيء. حياتي عبارة عن مدرسة وبيت وهاي الأشياء اللي تصير البسيطة. وأني يعني أنا قلت لك والدي متسلط وهيك كله، بس إحنا كنا حابين تدخل هذا أبوي. يعني ما كان أشوفه يعني مأذيني، إلا بعدين من صار الموضوع. يعني أنا كنت قلت لك يعني بالتجمعات، وكان عندنا مناسبة، فتعرفين يعني مثلا قرايب مرات خالي، قرايب مدري شنو، هم يجمعوهم. طبعا بداية أنه الموضوع هذا أخذ حيز كبير بالمجتمعات العربية، وإحنا دا نحكي بالخصوص أنه على مجتمعنا بالعراق. هذه التجمعات نوعا ما هي أنه إحنا بنات يعني، فدائما يصادفنا انه بالعرس شخص ينعجب، حتى مرات بالمجلس العزاء امرأة تنعجب انه الابنها او اخوها، فهذا شيء طبيعي. اما احنا اللي دنعاني من عده فعلا فعلا كنساء بمجتمعنا، عندنا المحو الأمية. مرات انه اني شاركت ببحث بمؤتمر تمكين المرأة، فسألوني قالوا لي ست شنو رأيك بتمكين المرأة وحاليا انه المرأة ماخذة دورها اكثر من قبل. قلت لهم ايه فعلا ماخذة دورها اكثر من قبل، بس ماخذته بصورة خاطئة. بعض نسائنا دا تاخذه بصورة خاطئة. فاحنا احد المواضيع اللي تحدثنا بيها بالمؤتمر، احنا اذا اردنا نقوم المرأة، لانه المرأة اساس المجتمع، لازم نمكنها من جميع النواحي. احد هذه النقاط اللي ركزت عليها هي محو الأمية الهجائية، واللي هي هذه ذكرتها أنه هي كانت مهتمة بدراستها وبحياتها الدراسية وبأسرتها. ثاني موضوع هي يعني أنه بغض النظر عن المحو الأمية الهجائية، محو الأمية المعلوماتية. الأسرة هي أساس المجتمع. إذا خربت الأسرة خرب المجتمع. بالنسبة للأب والأم دورهم جدا مهم بتعليم أو يعني باحتواء أولادهم وتعليمهم. الأب يجب أن يتفهم وضع أولاده وبناته. احنا عندنا مثل شعبي يقول إذا كبر ابنك خاوي، فلازم الأب يوصل لمرحلة. طبعا احنا يعني ما ننسى فارق العمر بين الأب والابن، هذا من جيل وهذا من جيل، فأكو فوارق يعني قد ما يستوعبه. هو إنسان الأب، يعني لازم يحاول قدر الإمكان أنه يتفهم أولاده. الأم أيضا لها دور رقابي، لازم تراقب أولادها، تشوف طلباتهم، تشوف احتياجاتهم، تشوف بناتها، تراقب تليفوناتهم. حتى الولد لازم يتراقب خصوصا في فترة المراهقة. بالنسبة للعنف اللي هسه سائد مجتمعنا بسبب ظروفه، الأسلوب الموجود حاليا ماكو تفاهم، كل عنف، كل أوامر، طبعا كل ممنوع مرغوب. فتلقين الولد أو البنية يطلع باستخدام القوة والضغط، يطلع من الطريق، يطلع يروح للمخدرات، يروح للأصدقاء، لأن ماكو أحد يحتوي أفكاره،
يتفهمه ينصحه النصيحة الصحيحة. طبعا احنا هنا المجتمع ايضا له دور. محو الأمية العاطفية، صراحة انه احنا نسائنا عندهم محو أمية عاطفية بشكل كلش كبير. يعني على سبيل المثال انه اني صادفتني احد المواقف، مجرد ما شخص، هذه أنا طبعا دا أحكي على الرجال بس بما أنه إحنا داخلين أنه بموضوع المرأة، دزلها مثلا صباح الخير وياها وردة حمراء، هاي السمايلات الموجودة، هذا دا يتقرب لي، هذا كمادي رأسا أخذت غير جانب غير حيز. ما عندنا ثقافة أنه الصداقة بين الرجل والمرأة أنه هذا زميل أو أنه هذا ملصق شيء عادي. فهناك يعني كان الوضع طبيعي واجتماع الأهل وكلهم، بس أنا لاحظت ذاك اليوم يعني أكو واحد كان يباوع علي، بس هاي نظراته يعني ما أعرف شلون أفسرها، وأني صراحة تغير حالي يعني بوقتها، ما أعرف شو صار بي، وماكو لا كلام بيناتنا صار، بس هذا مر يعني مر الموقف وراح نسيته، يعني اعتبرته مجرد نظرات لا أكثر. انتهت هاي المناسبة وراح يعني هذا الموضوع. أنا قبل لا أدخل للكلية أمي جابت لي تليفون، التليفون هذا تروحين مدرس شي يتصلون بي، فأنا عندي رقم تليفون. صار دول اللي يعني اللي الأقارب اللي صارت عندنا، يعني أنا اعطيت رقمي للبنات وكلهم، فرقم انتشر بهاي عوائلنا. والله 80% من المشاكل هي سببها التليفون بالوقت الحاضر. عندنا قصص هواية، عندي قصة من القصص، زوج اكتشف انه زوجته تدخل للحمام ترسل صور، تراسل شخص وترسل صور، وكانت نتيجتها التفريق بعد ما ثبتت يعني بدعوة جزائية. عندنا حالة أخرى أنه عندها علاقة ويا أقاربها وهم عن طريق التليفون اكتشف الزوج أنه زوجته عندها علاقة ويا أقاربها ولا زالت العلاقة مستمرة، وهم من كانت نتيجة التفريق. التليفون مشكلة، والأهل أيضا يساهمون لو بحل هذه المشكلة لو تفاقمها. هي السوشيال ميديا والتكنولوجيا هي نعمة، بس سوء استخدامها هي تكون نقمة على الإنسان وعلى البنت. يعني أنه أنت بهذه المرحلة راح تحتاجين التليفون لأنه أنت عندك خصوصي، وحسب أنه ما تحدثت عائلتها ما كانوا مقصرين عليها بشي، مدخليها خصوصي ومهتمين بدراستها ومهتمين بمتطلباتها واحتياجاتها، فخلوا هذه لثقتهم بابنتهم بالتليفون. وهي ما خانت الثقة، أنا ما دا أقول لك إنه هي عملت علاقة وحب إنه معناتها هي إنسانة سيئة، لا، بالتالي الرجل كان صادق وتقدم لها، بس إحنا مو كل شيء نريده لازم نحصله. المراقبة مهمة جدا والنصح، لان انا قلت لك هو كل ممنوع مرغوب. يعني انا اولادي، انا اهم ام وعندي اولاد، من اجي احكي وياهم بطريقه الاوامر ما يلتزمون احيانا، فاضطر انه استخدم طرق اخرى اللي هي التفاهم، اشرح لهم حالات عندي مثلا تصير، اخليهم يعني اخلي بيني وبينهم ازيل حواجز حتى يحكي لي وتحكي لي بنتي، حتى افهم من عندها المشكله اللي هي دا تواجهها. لازم الام يعني او الاب يدخل بحياه اولاده حتى يفهم شنو اللي دا يواجهه، لان هو ما عنده خبره، هو طالع استوى شاب ما عنده خبره او شابه ما عندها خبره وما عندها اطلاع. فأكيد يعني المجتمع قاسي تواجه صدمات، فلازم أمها وأبوها بظهرها. ورا فترة آني ادك عليها رقم، أنا ماكو رقم ما بسيفته وما أعرفه شنو، بس هذا الرقم ما أعرفه. ألو، هلو فلانة شلونك؟ واحد يعرف اسمي ومنو أنت؟ قالت تذكرين بيجي موقف وهاي؟
يعني كنت يعني انت باوعتي لي وابتسمتي اني فلان وهاني عرفته هو اقارب يعني اقاربنا يعني مو يعني عرفتي شلون صله بعيده. اتفقوا على ان يلتقون في السر، ماكو تجمعات. يعني انا اليوم من اروح البيت اختي واخذ بنتي ماكو تجمعات، احنا كنا قاعدين هي ماكو تجمعات، هذا اتفاق انا ما انطيها العذر. بس هنا الام لازم تراقب بنتها والأب يراقب ابنه، يعني ما أتركاني يطلع هو وين ما يريد يروح بدون ما أسأله وين أنت وين طالع، زين أوقات اللي يتأخر بيها شون أنا أترك الابني للمصيرة للشارع بدون أنه أنا صح أوجه المكان الصح، أخذ مكان مناسب مثلاً، أكو نوادي مناسبة، نوادي علمية، نوادي ثقافية، قاعات لعب رياضي، يعني هو عنده طاقات والشابة أيضاً عنده طاقات، زين أخذيه دورات خياطة، دورات علمية، يعني أنت لازم تتابعيها ما تعوفيها، بنتك هاي صلاحها صلاح مجتمع، فسادها خرب خلاص. خرب المجتمع. فأنا تفاجأت ليش جبت رقمي وهاي، قال مو أنا من ذاك اليوم لهذا اليوم صار فترة أنا ما يعني شايلك من تفكير وشنت أتمنى إنه نجمع، وسألت عليك وسألت على اسمك وما طلعتي من تفكيري، وبعدين يعني ناس خيرة وهاي جابت لي رقمك. أنا الصراحة ضجت لأنه مطير رقمي بدون ما يأخذون إذني، فبالبداية أنا ما أعطيته مجال وهاي، قلت له أيوه هسه شو تريد؟ قال مو أنا الصراحة أنتي طلعتي من تفكيري وهاي وأني عندي مشاعر اتجاهك وهاي، فبدت نظرتي تتغير للشيء اسمه حب، يعني صارت بيناتنا علاقة حب خالصة صادقة، يعني شلون يسموها عذرية هاي جديدة ما أعرف، يعني لا مصلحة بيها ولا شيء نظيفة، وهاي أول يمكن تجربة بحياتي أنا. يعني اللي صار وياها هذا مو حب، هذا تعلق. إحنا عدنا إنه مراحل الحب إنه تعلق، أول شيء إعجاب عفوا، بعدها تعلق، بعدها يبدأ الحب، بعدها إنه يبدأ العشق، وراها الهيام اللي هو أعلى درجات أنه الحب موجود عندنا. فاللي صار وياها مجرد إعجاب تعلق، دائما أنه هي في مرحلة وكانت سادس وضغوطات تعاني من عدها، والأهل من حبهم وحرصهم على بنتهم في هذه المرحلة راح يكونون شوية منغلقين يعني نوعا ما. فاللي صار انه هي احتاجت فد شخص تتكلم وياه، شخص يحسسها بقيمتها، بانه بانوثتها، انه هي بنت وبعد انه كبرت والتغيرات اللي صارت عندها. فهنا هذا مو حب، انه هي فكرت في بالها حب، وانما هو كان مجرد تعلق واعجاب فقط. والله بصراحه الحب يعني مشاعر بين مرأة ورجل، بس احنا هي تجاوزنا مرحلة الحب، يعني هي ارتبطت تزوجت، فهنا والدتها كان المفروض توعيها هي من تيجي تتزوج او تزوجها امها او والدها يزوجها، غير المفروض يشرح لها شنو هي العلاقة الزوجية، غير يفهمها يثقف بنته يقولها بابا انت راح تطلعين من هذا البيت، انت راح تستلمين امانة بيت، انت ام راح تكونين ببيتك، فلازم هذه اخلاقك تصرفاتك عاداتك تقاليدك هاي تنقليها وياك، المفروض انت تكونين قدوه، يعني لازم نصح، لازم الاب والام يودون الشهاده قبل الزواج، الشهاده قبل الزواج مو ضد، انا مو ضد انه تتزوج قبل ما تاخذ شهادتها ابد، يعني تجيني حالات كملة وماخذة شهادتها وتجي استوها مرتبطة وتجي ورا وعن حب تجي ورا فترة تطلب التفريق، يمكن ما تتجاوز عندي شردة ومن أهلهم من محافظة من المحافظات شردت هي وياه وجدت بغداد وهي كبيرة وبالغة ومكملة جامعة وهو نفس الحالة وزميلها واجوا اقترنوا ببغداد وتزوجوا واجروا بيت واعتمدوا على نفسهم واشتغلوا 3 سنوات واجوني طلبوا التفريق خلاص انفصال، وين راح الحب؟
هو المفروض أركز بدراستي، لأن أنا كنت يعني المفروض أدخل كلية، بس هذا الشيء أخذني. ظلينا نتواصل برسائل، يعني شو اقول لك عذريه، يعني ما عندنا احنا بعد 12 هاي الاتصالات وهاي الاهلي، انا ابوي اذا سمع هيك شيء يذبحني. فرسائل اشياء بسيطه، يمكن من اروح للمدرس او يعني شيء اسمع منه الرساله ومن اني ادز له هو يدز لي، يعني كنت كلش حذره حتى اهلي ما يعرفون. وهو هماتين من مكان بعيد فما أقدر أشوفه إلا إذا صارت مناسبة أو فتشي، هو يحاول يجي يعرف أنا أعطيه خبر، هو يجي يعني أشوفه بالفات شي، يعني هاي إذا فات وإحنا مثلا نزلنا من السيارة هو كان واقف هو بس على مود يشوفني، هاي عندي أنا فتشي، هذا موقف، هذا موعد هسه يسموه. فكان كلش علاقتنا علاقة هيجي يعني نظيفة ما بها أي شيء. الأهل بهذه المرحلة لازم يكونون واعين وعلى دراية تامة أنه الضغط ممنوع بهذا العمر، وبسادس إعدادي لازم يحتضنون البنت. إحنا اللي دا يصير عندنا الأهل يكونون منغلقين بهاي المرحلة، يعني بتصورهم انه احنا تربينا هيجي لازم انه انتو تربيتنا، يعني انا هذا اشوفه شيء جدا خطأ، لانه اكو مقولة للامام علي عليه السلام: لا تربوا ابناءكم كما رباكم اباءكم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فاحنا لازم انه نتفهم عقلية هذا الجيل ونتفهم طبعه ونتفهم انه التكنولوجيا اللي اصبحت مرعبة عليهم، يعني هسه احنا عندنا البرامج التيك توك والانستغرام والكذا والابتزاز الالكتروني، يعني هذا اصبحت حياتنا مرهونة به من غير البوتات اللي دا تنزل واللي دا تغير انه البنت يخلون صورتها على صورة امرأة ثانية، يعني فهنا احنا لازم نكون على دراية تامة، ولازم انه الاهل يتابعون اولادهم بهذه المرحلة ويحذروهم. وبالتالي احنا ما نقدر نلوم الاولاد او انه البنت، يعني احنا نتحدث بموضوع المرأة. البنية اذا فقدت العاطفة والحنان بيتها فشي اكيد راح تكون فريسة سهلة لاي شخص، وراح اي شخص يقدر يستغلها. فاني يعني ما اعرف شلون هذا الموضوع، مو هواي انا اقول لك، هاي وقت الدراسة، يعني وقت انه اني راح امتحن دراسة. فهو ايش قال لي؟ قال لي اني يا بنت الناس اني اقدر انه نتزوج، لانه اهلي يفكروني يزوجوني، هو مو كبير يعني هو اكبر مني بس قدر يعني يشتغل ومعتمد على نفسه. فاني بدل ما يدورون لي انت موجوده واني احبك وهيك شيء، فاني هاي نيتي اني انه هذا الانسان رايدني زواج مو لعب. بس انا شويه دراستي قلت له شلون اكمل؟ قال لي تكملين ما عندي مشكله، بس انا اقول هسه احسن، لان انا ما اتحمل اغار تدخلين للجامعه وانت يعني مو على ذمتي. وهاي كلها من الزينات، يعني انسان يريدني اله، وانسان يعني خطوه حلوه، غير كون يفتهمون يعني الموضوع، غير اهلي يكون يفتهمونه. قلت له زين شلون الطريقه انه اني اهلي يعرفون بيك وهيك شيء؟ لانه صعب اقول لهم اني اتواصل ويا، لان احنا ماكو اي دليل علينا او واحد ملاحظ انه اكو بيناتنا. انا اول باول امسح رسائل، امسح كل شيء وما احد شك. فقال اني ادبرها، وادبرها وامه وما ادري شنو يسالونه وما ادري، يعني فسوى في الطريقه بحيث وصل لاهلي. اهلي من عرفوا؟ تعرفين بابوي؟ قال ها يعني ذولي يريدون يزوجوها، انا خليش انطيها الهاي، انطيها لابن صديقي. هو بيحكي ابويا بكل ثقه بانه هو اللي راح يقوله يعني يمشي. ليش؟ لان انا حسستهم انا موافقه على هاي القسمه هو هذا الولد. فمن عرف ابويا انه انا عادي اتزوج، ما سألني إنه تريدين تكملين دراسة أو هاي، عبالي إنه تفكيره أنا بالزواج، فقال لك خلي أزوجها. قال أزوجها لمن صديقي. إيه هذا دور الإعلام، هذا دوركم
انه انتم توجهون المجتمع انه أو يعني طبعا وزارة التربية لها دور، وزارة التعليم العالي، الدولة يعني لها دور انه توجه الأسر، منظمات المجتمع المدني ايضا لها دور. يعني هي مو زواج وهاي هي وكل ليش، لا لازم اكو قواعد، اكو قبل الزواج اكو امور لازم تفهمها المرأة ويفهمها الرجل قبل الدخول بهذا العقد. اني لو بمكان والدها هم راح اسال هذا السؤال، شيء جدا طبيعي. هم كان يقدرون يتلافون الموقف كاي زواجات تقليديه، انه امه شافتها او اخته شافتها وكان انه هو مناسب لها، يعني هاي الامور. يعني في بعض النقاط اكو فد شيء مو منطقي، يعني مهما يكون الاهل مغلقين انه على بناتهم، بس بالتالي انه احنا هي ذكرت انه هو شافها بفرح عرس على حسب علمي، ف يعني اكيد بالفرح كان اخته، كان امه، كان زوجة اخوه، يعني هاي الامور وشافتها وكأي زواجات تقليديه. يا بعدل بدل، انا موافقه على هذا. قلت له شنو موافقه على، وين تعرفينه، وين هاي، شنو الحكي؟ قلت له لا بابا ما اعرفه اني. فسكتت، حاولت تحكي وياي ام بطريقه غير يعني مو جد يعني مباشره، ما فهمتني انه انا ما مقتنعه، شايفه هذا احسن، لان هذا اللي جابه ابويا صح حالته زينه بس احسه كبير شكله مو هالقد، يعني انا نعرفه بس ما يعني تعرفين ما راغبت، انا راغبه ذيك. قلت لي ذيك القسمه احسن، وذيك اقارب يعني مرات خالي، وممكن يعني حاولت هواي اقنع بس خفت لا شكون بيه. قرار الاب كان طبعا خاطئ، لانه هو المفروض يحترم رغبه بنته، بس بالتالي احنا ما نقدر نلومه، لانه بحسابه انه هذا الشخص هو الانسب. وحسب قصتها اني فعلا الشخص اللي هي تزوجته ما اذاها بالبدايه ولا جرحها بالبدايه كاي زواج تقليدي، وشخص من عائله محترمه، وعلى قولتهم اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفه، فهذا كان رأي الأب. وبعدين أنا أخاف من أبويا، فأني قبلت بقسمة أبويا على مود ليش يكون بالولد ولا تصير لي مشكلة. طبعا هو أبويا قال أني حتى البنية من تروح هنا، هو تلفوني أنا كان موجود على مود المدرس من أروح وأجي، فالتلفون يبقى يمنا من تزوجي. فأنا يعني دزيت للولد رسالة قلت له ترى ما قبله، قال هو ما يعني ما اقول لك محاول اكثر من محاول هوايه بانه يدز ناس ويرفضوه. قلت له لا تصر هوايه، خاف يشكون بينا، واني ابويا راح ياذيك اذا عرف اكو بيناتنا شيء، فاني اتزوج واني راح اضحي على مودك انت مو على مود اني. هو طبعا مثل اي ولد يقول شنو تضحين شنو هاي، انا جاي من الباب، لا رد علي ولا قال لي اي كلمه، وما قدرت اني احكي وياه اتصال لان ما اتحمل. فقبلت بهذا الزواج، اتزوجت. شو اقول لك، زواجي استمر بس 3 اشهر. خلال هاي 3 اشهر الولد ما تقبلته انا نفسيا، يعني انا ما اقول لك يعني هي صارت اي زوج وزوجه مثل اي زوج وزوجه، بس انا ما حابته، ما مهتمه بنفسي، هامله نفسي، مكياج ما اخليه، وأنا صغيرة يعني، وهم مستغربين أنت شلون عروس وما مهتمة وهاي هذا النشان وهاي الملابس وهاي هاي. طبعا هو الموضوع جدا مهم، أنه مو فقط أني أهتم بنفسي على مود شخص، وإنما أني على مود نفسي على مود ذاتي، فكيف ما أنه أني داخلة على علاقة جديدة وعلى رجل، وهذا الرجل أنه ما قصر معايا وبمقدمي وبمؤخري وبكذا. بعدين أنه هل من الممكن، يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، أني أروح له وأني ضايجة، هو شنو ذنبه؟ هو شخص إجا أيضا تقدم من الباب وأنتوا وافقتوا، وبالتالي أنتي صرتي زوجته حلالة، فماكو داعي للمواضيع اللي صارت ما بعد الزواج اللي أدت إلى الانفصال. يعني أني في قصتها لو كان هو مأذيها بالبداية أو أنه هو كان مو قد المسؤولية أنطيها الحق، أما هو ما نقدر أنه إحنا نلومه، لأنه ويا الحق كأي رجل شرقي ما يتقبل هذه الأمور في بداية زواجه. طبعا لأن هي نفسيا ما متقبلته، فأكيد ما مهتمة لأمره،
وقلت لك هذا مشكله انه والدتها، يعني كان المفروض الوالده توجه بنتها تقولها يا بنتي انت راح تتزوجين، انت راضيه بهذا الشخص؟ الاب يسال بنته انت راضيه بهذا الشخص؟ ما تجبر يعني، هي حتى الاكله من تردين تاكليها لازم انت متقبلتها. شلون هذا زواج وعمر؟ يعني مو يوم ويومين وانتهى. جدا مهمه فتره الخطوبه، انه شخصيتين، يا اما نندمج يا اما كل من يروح لحاله. اذا ما اندمجنا قبل ما يصير زواج ودخول وهاي ما بيها شيء انه تفسخ الخطوبه. ما صار اشكال لو اتفقنا لو ما اتفقنا. هي مو هي مشكله العوائل انه يتفهمون انه لازم تقترب الام، الاب لازم يقترب من بنته حتى يفهم ويسمع ويسمعها. اسمعوهم، هاي مشكلة. هاي إنسانة مقربة إلي جدا، يعني كصديقة وأخت، كانت في مرحلة من عمرها حبت شخص، وشخص أنه بتحبها وكان صادق بوعده وياها. الظروف فرقتهم بوقتها، كانت الطائفية اللي صارت أنه أنت شيعية ومسوية، كيف أنه تاخذين شخص من غير طائفتك؟ ابتعدوا، وبالتالي انه تزوجت هي زواج تقليدي. بس بيوم العرس، بيوم عرسها، نهت كل الذكريات من هدايا من صور من كذا. ليش؟ قالت انه اني داخلة على حياة جديدة، الشخص هذا ما قصر معايا، ما حرمني من شيء في الخطوبة، فاني شلون اتجرأ واخونه او انه افكر بشخص ثاني واني على ذمته. بالتالي يعني هاي هم حرام، يعني شرعا حرام هذا الموضوع. وكانت انه متفهمة وعاشت حياتها، وحاليا هي ام لثلاث اولاد، ومجرد قصة وانتهت من حياتها. صدقي نجحت. الانسان هو بيده ينجح علاقته الزوجية، وهو بيده انه تفشل علاقته الزوجية مثل ما صار ويا البنت. فبس اشتغل بالبيت، فظل من شاف ماكو شيء متبادل هذا زوجي، خلالها 3 أشهر شبعت ضرب وإهانة وحكي وتجاوز، ويريد مني هواي أشياء. تعرفين كل زوج يريد من زوجته أشياء، يعني بالعلاقة الزوجية يمكن أني انطيته حقه بس مو مثل ما هو يريد. هو يطلب مني أشياء، وأنت هذا حلال وهذا، يعني هواي أشياء. فأني هاي ما قدرت، نفسي ما تقبلت، وما أقدر أقول له. أنا عندي خوف، أنا بشخصيتي أخاف، فمتحملة كل هذا على مود بس إنه ما يسوي مشاكل وخليها بيناتنا. بالأخير يا ورا 3 أشهر قال لي أنت ما صار في الولد تفيدي الولا راح، أنت أنا أكبر منك وأنا أفهم، وإذا صار طفل هسه بيناتنا راح يكون هذا ضحية. والله هو هيك قال لي هاي أغراضك وروحي لبيت أهلك، تمام؟ لأنه إحنا وصلنا لطريق يعني مسدود، بت العالم وخذي وخلي نطلع بالمعروف. هنا الشخص كان جدا متفهم وجدا واعي، وبالعكس انه انطاها الحقوق وهي ما مستحقة لهذه الحقوق، لانه هي من بادرت بهذا الموضوع. صح هو طلب ولكن برغبتها، مع هذا انطاها حقوقها ورجعها معززة مكرمة، وبالتالي انه انتهى الخلاف. هذا نبيل، انا اعتبره يعني برأيي انه انسان نبيل واخلاقه عاليه جدا، واختصر الطريق انه انسان ما تفيده خلاص. قبل لا التقي بكم كنت يم المحامي، عندنا حاله بنت مقربه من عندي جدا، فعلى مود قضيه الطلاق زوجها فوق ما انه هو تعنيف وتعذيب وترهيب من قبله ومن قبل عائلته. تصوري احنا نحكي بالعاميه، كل يوم الصبح إذا ما غسلت للسيارة يقعد يقتلها بهذا الكيبل الأسود. يعني شوفي اليا مرحلة، لأن هو شنو عنده خط طلاب طالبات مال جامعات عفوا، فبالغرفتها ماخذها يتكلم مع بنات قدامها عينك عينك، ويجيب بنات للبيت قدامها ويدخلها لغرفتها عينك عينك، مجرد ما تتكلم راح أنه يمارس العنف عليها بأبشع الطرق اللي تتصوريها واللي ما تتصوريها.
فبقت معاه 7 سنوات. احنا بمجتمعنا يلا ماما تحملي يتغير راح ينصلح، وعلى 7 سنوات هذه هو لا تغير ولا انصلح. صارت عندها بنية، والبنت مجرد ما انه طالبت بالانفصال هاي صار سنة موضوعها، والحد الان انه الانفصال ما صاير. قالها مجرد ما انه انتي تطلبين تتنازلين عن حضانة البنت، وقال له لبنتها انه امك ماتت حتى انه ما يصير اي تواصل وياها. ولحد الان البنت انه تفتكر انه امها ميتة خلال هذه السنة. فشوفي شنو واصلة مرحلة هذه البنت حاليا، وشنو نفسيتها، شنو اللي دا تعيشه. يعني هي كانت يتيمة الأب، والدتها هي اللي كانت متكفلة بمصاريفها وبهذه على راتب رعاية، يعني شيء جدا بسيط رغم المعاناة اللي عاشتها، ولكن انه تحملت 7 سنوات مو هينة على هذا العيشة من قبله وقبل أهله. يعني تصوري حتى أهله يتدخلون بيها وبعلاقتها، الأخ يقتلها، العم يجي يقتلها، أمه إذا ضاجت تجي تقتلها، يعني بهاي البشاعة. هسه يعني عندي حالة قلت له بوجهه، قلت له أني ما أحبك، أنا أحب ورا 6 سنوات أحب ابن عمي. طيب شو تكون ردة فعله؟ ينطيها حقه ويقول لها روح البيت اهلش؟ طبعا هو راح يقول لك انا انضحك علي، صرفت عليه صار لي 6 سنين صارف عليها ومعيشها واحسن عيشه وجايب لها خدامه وجايب لها هذا كله هيك يعني، وطلع مضحوك علي. طبعا تكون ردة فعله هو يعني غير متوقعه. أنا فرحت، إجت مني أمه لأن هو راح يطلق. من رجعت لأهلي انصدموا، هم يدرون هاي الفترات أنا أجيهم أضربة أقول لهم، بس أمي تحملي، أبوي أصلا ما يوصل الموضوع. بس من رجعني وغراضي وهذه، أبوي هنا أنا بعد يعني قال له شنو شيحنا شمطي، كان مطيك بنية ويضل يعني تعرفين كل أب وينقهر عليه. فأبوي أصر على الطلاق، قال مدام هيجي أنا أعطيتك إياها، يعني شون هي ترجع ليها مضروبة ومتجاوز عليها. هو مجتمعنا احنا هذا نعاني منه، طبعا مجتمعنا وظروفنا هي كانت قاسية ولا زالت، فالعنف هو داخل الأسر، يعني حتى طريقة كلام العراقي مبينه عصبي، معروف العراقي عصبي. ف يعني هذه دوركم، دور الإعلام، دور مجتمع، دور وزارة التربية، دور وزارة التعليم العالي، دور منظمات المجتمع المدني، تثقيف المجتمع انه صورة العنف او الضغط تجيب نتيجة عكسية. قال لي لا أنا بنتك ما صرفت لي، هيك قال لي بكل صراحة، ولا تسوون أي شيء ولا تتعبون حالكم، اللي راح يوصلكم شو اسمه الطلاق. جتنا ورقة طلاق، هم سلموا لنا إياها، وبعدين شو اسمه حتى هو ايش قال لسه ولا تخلي المحامي ولا مدري شنو، أنا حقوقك كلها راح اعطيك اياهن. هذا الطلاق هو انا لو انا يعني شلون قالوا تودينا للمحكمه، بس قال لي كل شيء لتسوين، انا حقوقك راح تجيك. الزوجه لها نفقه طبعا، هي بس القانون اشترط انه يعني تعيش ويا زوجها فينفق عليها، اذا هي زعلت وطلعت هذه ما لها نفقه، بس عليه عبء الاثبات. طبعا هو اذا هي قامت عليه دعاوي فاكيد راح يشكل محامي، يخلي له محامي وكيل عنه، حقوقها نفقتها حقوقها. طبعا حسب المذاهب هنا عندي اذا مذهب الجعفري تستحق المؤخر مالها، اذا مذهب الحنفي ما تستحق الا بالطلاق او بالموت، فما تقدر يعني بس النفقه. بس بالمذهب الجعفري لا، تروح الطالبه بالمتاخر مالها وحقوقها كامله، وهي زعلانه وهو يفترض انه. فأنا بالنسبة لهالحالة قلت لك عليه انه نبيل بأخلاقه انه انطاها حقها وقالها الله ومحمد وعلي وياك. طبعا يثبتها بالمحكمة، لا شلون ينطيها برا، واكلتهن عليها
قلت لي يابا انا ما مستلمه. وهاي صارت عندنا حالات انه من نبل اخلاقين طاها شنو متاخرش 10 تفضلي هاي العشرة وروحي الله محمد علي وياك لاهلك. راحت لاهلها وثاني يوم قامت علي دعوه طالبه بالمتاخر. قالها مو انا انطيتك ماكو شهود. اكلت هنا صارت دعاوي بيناتهم وهاي الى ان تم اثبات الحق. ووصلني هماتين واني بالبيت وصلني عقد يعني يسمى معروف هو ورقه طلاق من المحكمه والمؤخر كله اعطاني اياه الغرفه انطتني اياه يعني امه وهذه جابتها وما حكوا اي شيء وما صارت مشكله. صح ابويا كان عصبي. انا هنا أنا بعد انحلت وراح هذا الرجال طبعا أنا حبيبي ما شايلته من تفكيري ولا عقلي. حاولت أتواصل وياه تليفون بعد ما عندي فقدرت أنه بيوم الأيام يعني كان هو شتة وباردة والصبح خذت بقيت تليفون أمي فدقيت عليه 3 مرات يعني الرابعة جاوبني. فقلت له أنا فلانة وأنا طلقت ويعني ترى أنا شو صار بي وهي صارت. أنا أحكي 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 هو ساكت يعني أبد ما يجاوبني وبس ساكت. أقول له توياي وياك أحكي أحكي. قلت له أحكي يعني قل لي أي كلمة. قال لي أولا تضحيتك هاي متأخرة هواي ومو بمحلها للأسف وصراحة يعني أنت ليش طلقتي لو باقي ويا هاي الرجال أحسن لك يعني بعد إيش بعد أنت كنت يعني انت وحده متزوجه كنتي واكيد هو دخل بيك هيك يقول لي. قلت له اي طبعا غير زوجي ليش امنعه وشنو شنو يعني انت يعني شنو جاي كنت تتزوجنا على مود هذا الشيء. يقول لي لا انا خو اخذ وحده بنيه يعني ليش اخذ وحده مطلقه. قلت له انا نحسب على المطلقات يعني صرت يعني بالتالي هو هذا مجتمعنا المطلقه ينظرون لها انه انت خطأتي. احنا المرأة عندنا بالعراق المرأة لازم تتحمل المرأة لازم تصبر المرأة لازم هي تعدل الرجل يعني. فهذه أمثالنا وأمثال أهلنا يعني هاي كل المواضيع انه احنا نستمعها من أمهاتنا ومن بيبياتنا. الحل اني دا اشوف يوم بعد يوم انه دا هذه النظرية قاعد تتغير. انتي اللي قلتي الرجل قاموا ما يسألوا انه دا طلق مرة او مرتين. لا اني هسه انه حالات لا الرجل ينسأل ليش انفصلت مرة ومرتين معقولة انه سبب بيهم فشي اكيد انه سبب من عندك. اني اعرف رجال ما عندهم حظ بالزواج زوجوا مرة ومرتين باختياراتهم تكون خطأ. حاليا اي انسانة يتقدمون الها انسانة دا اقولش انه من بيت محترم وعائلة محافظة ومحترمة فشي أكيد بنتهم تكون غالية عندهم يروحون يسألون مرة ومرتين فما يتقبلون إنه أنت مطلق مرتين أو ثلاثة. شي أكيد إنه الخلل بيك ما من المعقول إنه الناس كلها خطأ وأنت صح. فلحد الآن أي وحدة يتقدم لها يرفضونه بسبب هذا الموضوع. والبنت إذا مطلقة أيضا إنه إذا أكثر من مرة تكون صعوبة. أما إذا منفصلة مرة واحدة فشي أكيد راح يسألوها عن الأسباب. إذا كانت أسباب مقنعة والشخص هذا رايدها وشاريها وحابها يعني بالحلال راح يقتنع. أما إذا تكون مجرد أنه زواج تقليدي مستحيل مستحيل لأم تخطب لابنها بنت مطلقة زواج تقليدي. قال إيه أنت مطلقة؟ قلت له إيه بس أنا حسب يعني تحاملني مثل إيش زين وين الحب وين هاي الأشياء اللي بيناتنا. يقول عادي ما صارت وأنا صراحة نسيت مو مثلك أنا تقبلت الموضوع ونسيت. حسب الحالة مرات أكو شخصية عاطفية جدا أكو شخصية قوية يعني أكو شخصية نرجسية هذه اللي تكون متقلبة ما حد يعرف أم تحبته امتى تركت العلاقة. فبس انه بالمجتمع اللي احنا به المرأة تتخطى اسرع من الرجل في العلاقة هذا من المفترض. العلاقة انه المرأة تتخطاها قبل الرجل. الرجل في بداية الانفصال
راح يكون متحرر، يحس نفسه راح يكون سعيد. من بعدها يبدأ بالذكريات ويبدأ بالأمور ويبدأ يقارن حياته قبل وبعد. أما المرأة بالبداية راح تكون عاطفتها مسيطرة عليها، راح تتأذى يوم بعد يوم، تحس نفسها أنه هي تحررت. حاولت وياه ما فات بالحكي، هي هاي بيومها بهذا اليوم بس حكيت وياه، لأنه كرامتي قلت ما تسمح أنه أتصل بعد أو أحكي، عفته. ويعني بس أنا ما قلت لك يعني هل نسيته، أبد ما نسيته، وظليت حياتي طبيعية. ما فكرت أكمل دراسة لأن ما إلي نفس، بالبيت أشتغل وهيك شيء، وهم يحاولون إنه يزوجوني الواحد اللي يجيني طبعا من يفهم أني هيك سوى بيا زوجي أكيد راح يقبل، أو راح مو هي أي واحدة متطلقة هسه صارت يقول لي شو ليش طلقتي شو السبب، يعني وهذا شيء لازم تثبتيه هميا. عندك قضية ثانية تثبتين انه انت ليش اتطلقت وشكون السبب، كون من الرجال مو من انت، والرجال هما ما يتعيب، والبنية من تطلق تختلف. فاني من يعرفون هذا السبب اي، فما صلحت لي قسمة زينة الا من شخص يعني اهلي، هو يعني هو متزوج واني زوجة ثانية وصار عندي اطفال من يبه. بس انا اقول لك فقد غصه بقلبي هذا اللي صار، يعني ما اعرف شنو سببه، ليش صار وياي. بس انا تعلمت درس، درس انه وانا راح اوصي يمكن اطفالي، يعني اذا حبيته واذا كان حبكم نظيف ونقي ديروا بالكم عليه ولا تتخلون عليه ابدا، ولو تعيشون ويا اللي تحبوه لو ابد لا ترتبطون. هاي أنا هذا هو الدرس اللي أريد أن تفهمه، وأولادي إذا بيوم من الأيام حبوا فأقولهم أنتوا اختاريتوا وهذا لازم تزوجوه، هاي التي أنت أو أنت اللي حبيته حرام تعوفه فتتمسك بي. أنا راح أكون ضد مو مثل تفكير أبوي اللي هو مثل هو هذا اللي حبيته، لأن بقى بقلبي يعني أنا شايلة عليه، وأكيد راح نلتقي بيوم القيامة والحساب يوم رب العالمين. والله أنا نصيحتي أولاً أوجهها للوالدة والوالد، عليكم بأولادكم، يعني هذول أمانة عندكم، فاستمعوا إلهم، لأنه هسه اليوم التليفون شاغل الكل. يعني أنا أشوف العوائل تقعد، أنا من ضمنهم، يعني هسه واحدة واقع حالة الكل شايل تليفوناتها، ما حد ماكو كلام بين العائلة، ماكو تواصل، ماكو تواصل، ما حد يسمع الثاني. لازم نخلي وقت نسمع بيه أبنائنا، نسمع آرائهم أفكارهم، نعرف أصدقائهم، يعني من عليه من متعرفين، صديقتها بنتي ابني لازم أتعرف على صديقة، هذا منو ابن من، لازم أسأل، لازم أسأل، لازم أتفقد أبنائي. فأتمنى أنه عن طريقكم توجهون المجتمع العوائل انه يصير يعني ارتباط حقيقي بين الام والاب واولاده. حبيت انه انوه على موضوع معين، احنا شبابنا وبناتنا حاليا بحاجه ماسه للنصائح بسبب المواقع التواصل الاجتماعي اللي اصبحت عبء عليهم، اصبحت انه شلون مثل ما نقول خطر، خطر جدا يعني على هذا الجيل بأكمله. فلا تنجرفون وراء هذه المواضيع، وراء مواقع التواصل الاجتماعي، وصدقوني كل شيء يجي بوقته حلو، ما دام انه انتم بدراستكم السادس، صح ضغوطات وصح تعب، وكليتنا مرينا بهذه المرحله، مرحله السادس، بس ما بعدها هي حياه. فاهتموا بدراستكم واهتموا باهلكم وحياتكم الجامعيه، ان شاء الله راح تكون جميلة وراح تلقون الشخص المناسب بس بالوقت المناسب. لا تنغرون بالمسلسلات التركية ولا بالقصص اللي موجودة حاليا، هذه كلها من الخيال. أنا عشت في تركيا يعني فترة من عمري، أنا بتركيا ما شفت مثل هذه القصص الموجودة بالمسلسلات ولا هذا الحب وهذا الغرام. فإن شاء الله كل إنسان مجتهد يحصل
الشيء اللي يستحقه من الحياة، وأتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى لهذه البنت أنه تهتم لأولادها، مو أنه أنا حبوا وراح يأخذون، لا تهتم باختياراتهم، بتنشئتهم، تنشئة صحيحة، تنشئة صالحة، أنه يختارون الشخص المناسب.